هنأ رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية الكنيسة الأسقفية الدكتور سامي فوزي جموع المصريين بذكرى ثورة يناير، مؤكدا أنها تمثل يوما فارقا في الذاكرة الوطنية. كما أرسل رئيس الأساقفة ببرقية تهنئة إلى وزير الداخلية محمود توفيق بمناسبة عيد الشرطة الباسلة، لافتا إلى أن رجال الشرطة ما زالوا يقومون بالتضحية بأرواحهم من أجل الأمن والاستقرار في حربهم على الإرهاب. وأكد رئيس الأساقفة أن المصريين جميعا يقدرون تضحيات رجال الشرطة الأبطال الذين يدفعون حياتهم يوميا فداء للوطن، داعيا الله أن يعيد هذه المناسبة على مصر بالخير والرخاء.